هلو دفعت حياة، يعطيكم ألف عافية. اليوم رح نكون في Lecture 6 بعنوان End Replication Problem. هذا Part 1 من Lecture 6، وزي كل محاضرة خلينا شوي نحكي عن محاضرة الأبل. المحاضرة الأبل تعرفنا عن Steps تبعوني Replication، وعرفنا شو هي Leading Strand وشو هي Lagging Strand. هلأ تعالوا نفهم ونعرف شو قصة End Replication Problem اللي بتصير عندي عند التلمرز. خلينا نذكر أول إشي، هم التلمرز. التلمرز كانوا عبارة عن الأندز تبعون اللينير كروموزومز، صح؟ صح. So التلمرز هم complexes of non-coding DNA plus proteins. هلا بنحكي شو يعني DNA plus proteins. At the ends of linear chromosomes، هم نهايات ال linear chromosomes، هم عبارة عن thousands of repeats، النقطة ثلاثة، of a six nucleotide sequence 5'TTAGGG and 3'. إذن هم عند at the 3' end of each DNA strand. الاسم أصلا لاتيني، تلمرز تيجي من كلمة لاتينية اللي هي عبارة عن كلمتين تلوس ميروس. تلوس بمعنى end وميروس بمعنى port، فهي الend port تبع الكروموسوم. طيب هلأ هون شوفوا، طلعوا علي، مش علي، طلعوا على سلايد. هاي ال 3 prime end، اوكي. رح نيجي نلاقي اطول من 5 prime end. هاي ال 3 prime end اطول من هاي ال 5 prime end. اطول بقديه؟ تقريبا few hundred nucleotides longer، اوكي. يعني few hundred، كم من 100 نيوكليوتايد اطول من ال 5 prime. طيب هي مش بس اطول، طلعوا على، لحظة أنا كنت مسوية شغلة، أوكي. طلع مش بس أطول، هاي 3 برايم أطول من هون عند ال 5 برايم. بتعمل إشي اسمه overhanging on itself، بتطوي حوالين حالها. كيف يعني folding back on itself؟ طلعوا إيش بتعمل. تعمل زي هيك، تمشي هاي ال 3 برايم بتطوي حوالين حالها بهاي الطريقة. بس هيك لا، بعد ما طوت حالها بيجي مجموعة من البروتينز بتمسك فيها. هاي هم هدول البروتينز، اوكي. يعني اول اشي هي كانت اطول، بعد ما كانت اطول زي هيك اجت عملت overhanging folding back on itself زي هيك، واجوا هدول البروتينز مسكوا فيها. عشان هيك حكينا هي عبارة عن DNA plus proteins، اوكي. هذا الحكي ايش معنى؟ معنى the 3 prime end of overhangs the 5 prime end by a few hundred nucleotides long، اطول منها ب few hundred nucleotides. ال overhanging end، هاي الحتة المنطقة الاطول، folds back on itself، تنطوي حوالين حالها. وبعدين binds proteins that protected from recombination. هلا protected from recombination ايش معنى؟ تعالوا بدي اياكم تركزوا معي كثير منيح، وانا راح اقول لكم ايش معناها. هلا خلينا نتخيل مع بعض قبل ما نقرا هذا اللي تحت، اوكي. خلينا نتخيل مع بعض انه انا عندي single stranded DNA موجوده في الخليه، اوكي. بتيجي انزيم اسمها nucleases. شو اسمها؟ nucleases. nucleases من معناها؟ معناها انها بتكسر nucleotides. So لو عندي single stranded DNA موجودة في الخلية، بتيجي هاي الانزيمز اللي اسمها nucleases وبتهاجمها وبتكسرها لأنها single stranded، مش رابطة بإشي. فأنا بحمي single stranded DNA هاي بأي طريقة، بس بحط عليها proteins، بعمل protein binding لproteins معينة، أوكي. عشان هيك هاي إني أنا حطيت proteins خاص تحميها من actual nucleases، أوكي. عشان هيك الـ overhanging، هلا الـ overhanging معناها انها هاي 3 prime end اللي الـ 3 prime end اللي كانت هون، اوكي، وانها اطول من الـ 5 prime end هاي. هذا الاشي بسميه، هذا الطول الزيادة بسميه overhanging. عشان هيك الـ overhanging هاد طلعوا كيف صاير زي كأنه single stranded DNA. فأنا بجيبه زي هيك، هاد 3 prime end بتيجي وبتطوي زي هيك، بحط عليها proteins، اوكي. هاي ال 5 prime end بحط عليها proteins، بحط عليها هاي proteins عشان احميها من الاكشن تبع النيوكليازس. تمام. هاي اول نقطة. تاني نقطة، عندي في السل system. شو اسم هذا السيستم؟ اسمه repair system، يعني سيستم التصليح او repair، معناها basically تصليح.
سو عندي في السيل سيستم اسمه ريبير سيستم، مهمته يقوم باصلاح اي خطا بيصير عندي في الدي ان اي مولكيول. اوكي، مثلا اجى هذا ريبير سيستم شاف عندي بريك، شاف الدي ان اي مولكيول زي كانه مكسور، بيروح بيصلحه على طول. اوكي، طيب كيف هذا الريبير سيستم بيفرق البريك في الدي ان اي عن الاند الهاي الاوفر هانجينج اند تبعت التلمر؟ ما هو ممكن يشوف الاند ويفكرها بريك ويروح يلزقها ويركبها مع انذر دي ان اي مولكيول، صح ولا لا؟ اللي بيخليه يفرق هو عمليه الاوفر هانجينج والفولدينج باك والبروتين اللي مركب عليه. يعني مش معقول انه هو يفكر كل اللي صاير هاد مع الاوفر هانجينج والفولدينج باك وبعدين عليها بروتينز هذا بريك. فهذا هو الاشي اللي بيخليه يفرقه عن البريك، فبيعرف انه هاد اند مش بريك. تمام تمام، اذا هيك عرفنا ايش معنى انه بويندينج بروتين بروتكتد فروم ريكومبينيشن. اوكي، اذا they maintain structural integrity of the chromosome، بتحافظ على structural integrity. هاي الكلمه معناها structure اللي هو تركيب، integrity integrity بتيجي بمعنى كرامه. اوكي، او كيف يعني كيف اوصف لكم اياها؟ فstructural integrity انه يحافظ على ثبات تركيبه of the chromosome، preventing the attack by nucleases. حكينا شو هم nucleases. nucleases معناها بتكسر النيوكليوتيدات. allow repair system to distinguish a true end from a break with double stranded DNA. اوكي، كل هذا وجود البروتينز بخلي كل هذا يصير. اوكي هلا بدي اشوف شغله تانية. اوكي، هل الايوكاريوتيك سيلز اوكي بتواجهها مشكله كبيره عند التلمرز اثناء عمليه الريبليكيشن؟ هاي المشكله يا ترى شو سببها؟ تعال نذكر فكرة الليدنج ستراند واللاجنج ستراند عشان نقدر نشرحها. اوكي اوكي، رح نشرحها على هاي الصورة وباقي الصور اللي هن هاي وهاي وهاي. اوكي، في السلايدات نفس المبدأ بس هاي اسهل وحدة رح نشرح عليها، اذا بتحبوا اعتمدوها احسن لكم. اوكي اوكي، مبدئيا بدي احكي لكم شو هاي. تتذكروا هذا الاشي شو شكله؟ هذا الاشي معناه ريبليكيشن فورك، صح؟ صح. بدي اطلع هون اوكي على هاي الريبليكيشن فورك. اوكي، انا ملاحظه انه عم بيصير عندي نيو سترانز. اوكي، هاي نيو سترانز. طيب هدول النيو سترانز مين يحكي لي اي وحده الليدنج واي وحده اللاجنج؟ انا بقول لكم اللي بتكون ماشيه باتجاه 5 برايم اوكي ل 3 برايم، وهو اصلا يعني هو اتجاه انها تنعمل. اوكي، والدي ان اي بوليميريز عم بيعمل بهذا الاتجاه، هاي رح تكون الليدنج ستراند. هاد دي ان اي بوليميريز بمشي باي اتجاه؟ بمشي باتجاه 5 برايم ل 3 برايم، بس هي اصلا هاي كيف اتجاه عملها من 3 برايم ل 5 برايم؟ فهاي رح تكون عندي مين؟ اللاجنج ستراند. هاي ماشيه مع الريبليكيشن فورك الليدنج، وهاي ماشيه عكس اتجاه الريبليكيشن فورك. اوكي، طيب كمان سؤال انا بدي اسالكم اياه، طلعوا عليهم هدول. هون انا عندي هذا هذا كان عندي دبل ستراند دي ان اي، فتح صار عندي ريبليكيشن فورك من هون، وبعدين عملت كومبلمنتري ستراندز. سو بعدين اللي الدي ان اي مولكيولز اللي طلعوا، طلع عندي هذا الدي ان اي مولكيول هذا كومبلمنتري لمين؟ للبيرنت ستراند اللي كانت فوق. اوكي، فهاي كانت عندي الاولد ستراند. اوكي اوكي، هذا old parent strand، وهاي new leading strand، هذا ايش احنا اتفقنا عليه صح؟ هاي كانت leading. طيب خلاص كونوني new DNA molecule، وهذا DNA molecule انا بقولكم ما فيه اي مشكلة، هي شكله جدا طبيعي. اوكي، هون هذا كان عندي old parent strand، وهذا كان new lagging strand صح؟ هذا new lagging strand، هدول التنين رح يكونوا لي نيو دي ان اي مولكيول، رح تقابلني في مشكله، واحنا المفروض ان احنا ندرس كيف نحل هاي المشكله. اوكي اوكي، تعالوا نشوف، ما تخافوا من شكل هاي السلايد، انا عم بحاول بس كنت اذكر حالي بالاشياء اللي بدي احكيها. طيب
حكينا انه هون تكون عندي عند هاي عند رقم واحد replication fork، وعندي leading strand وعندي lagging strand، هم complementary strand الجديدة. اوكي، وحكينا انه كونوا لي هاد وكونوا لي هاد، حكينا انه هاد كان فيه تبع اللي leading strand عملت كانت complementary لإله، ما كان فيه اي مشكلة، وضعه تمام وصار عندي new DNA molecule، الوضع زي الفل. طيب اللي كان عندي الكومبلمنتري ستراند هي لاجينج ستراند، هاد فيه مشكلة. شو هي المشكلة؟ حكينا هلا بدنا نشوفها ونحلها. اوكي، طلع مش احنا حكينا المفروض انه احنا نشيل الـ RNA primers ومنحط بدالها DNA nucleotides. مين كان يعملها عندي هذا الحكي اذا حد بتذكر؟ كان عندي بعمل لي اياه DNA polymerase 1، بشيل ال RNA primers وبحط بدلها DNA nucleotides، وبعديها بيجي عندي DNA ligase وبلزق هاي الأشياء ببعض، صح ولا لا؟ هلا مثلا لما أجي أشيل ال primer 2 رح أملي الفراغ من nucleotides ولا لا؟ يعني هاي هذا primer 2، أوكي؟ رح أملي الفراغ من nucleotides، يعني رح يجي DNA polymerase 1 يشيل هذا ال primer يعمل له out، أوكي؟ ويملي هذا الفراغ من nucleotides ولا لا؟ أنا بقولكم رح يمليه، خلص ليش ما يمليه؟ هاي انا عندي هون النيوكليوتيدز، هون عندي نيوكليوتيدز، شرط الدي ان اي بوليميريز 1 عشان يملي لي اياه بالنيوكليوتيدز بس انه يكون في عندي هون قبله اشي، هون يكون في عندي نيوكليوتيدز قبله عشان يقدر يحط وراهم، اوكي؟ وما انه في عندي اشي قبله هون، هذا نفس الحكي، مع انه عندي اشي قبله هون عادي بمليهم دي ان اي نيوكليوتيدز، اوكي؟ لانه رح وهيك البوليميريز 1 لقى النيوكليوتيدز اللي قبل، وهو اصلا ما بيعرف يشتغل الا لما يكون في نيوكليوتيدز موجوده قبل. طيب ما دام هيك هاي الاوضاع تمام، ليش بتحكوا لي في مشكله؟ ليش بتحكوا لنا رح يطلع فيه مشكله هذا الدي ان اي مولكيولز؟ المشكله رح تكون في مين؟ في هاد، في هاد البرايمر اللي هو في اللاست اوكازاكي فراجمنت، هذا كلياته اللاست اوكازاكي فراجمنت، المشكله رح تكون عندي بالبرايمر تبع اللاست اوكازاكي فراجمنت. اوكي، رح يجي عندي دي ان اي بوليميريز 1 يقول لي يا عمي انتوا خليتوني اقيم هاد البرايمر، اوكي خليتوني اطيره، وانا بحط لكم محل كل برايمر دي ان اي نيوكليوتيدز، بس انا وضحت حالي حكيت لكم ما راح احط دي ان اي نيوكليوتيدز الا اذا في عندي هون دي ان اي نيوكليوتيدز، اوكي الا اذا هون في دي ان اي نيوكليوتيدز، ساعتها انا شو راح اعمل؟ احط هون كمان دي ان اي نيوكليوتيدز علشان يجي عندك الدي ان اي لايجيز يجمعهم ببعض، اوكي. طب ما دام انتم ما عندكم اشي قبل، شو راح يصير عندنا؟ راح ينشال البرايمر، اوكي. يعني مثلا في حد بده يحكي لي طيب تعالي هون رح ينشال البرايمر ورح يضل مكانه فراغ زي هيك، اوكي هيك رح يصير عندنا. بيجي حد بحكي لي خلص حط برايمر هون وشيليه وحط دي ان اي بداله وهون خلص اشبكيهم. طب وانا احط هذا البرايمر في الهواء هيك يضل طاير؟ يعني ما بزبط هذا الحكي كله، ما بزبط، اوكي. عشان هيك هذا رح يضله فاضي. طيب وهيك بتكون صار عندنا مشكلة في مين؟ في المولكيول الجديد اللي هو هاد، اللي هو طلع من مين؟ طلع من الدي ان اي ستراند اللي كانت الكومبلمنتري ستراند إلها مين؟ كانت الكومبلمنتري ستراند إلها لاجينج. كيف بدي أتذكر؟ بدي أتذكر إن أنا كان عندي أكتر من برايمر، والبرايمر الأخير آخر واحد بلاست أوكازاكي فراجمنت ما كان في إشي بعد ما أسيله أحط دي أن إيه نيوكليوتيدز محله ألزقها فيه، كيف؟ ما هو رح يضل فاضي خاص، ما هو ما في إشي يعني قبل هاي البرايمر أحط دي أن إيه نيوكليوتيدز وألزقها بالدي أن إيه نيوكليوتيدز اللي كانت قبلها. ماشي، بعد ما صار عندي ريبليكيشن وصار عندي نيو سترانز، هنا صارت المشكلة. هلأ ياريت هاي أكبر مشكلة، لو إنها هاي أكبر مشكلة عادي، اوكي يعني خلاص هاي اصر شوي، يعني شو بده يصير؟ هاي مو اكبر مشكلة، انا مشكلتي انه لما يجي هاد، اوكي اللي هو انه لما يجي هاد السيد الباشا يقرر انه يروح يتكاثر، اوكي يعني ما يكون في واحد غبي ويقرر يخلف اغبياء، هون المشكلة، فهمتوا؟ فهاد غبي قرر يخلف اغبياء، طلع ايش عمل؟ اول اشي صار عندي ريبليكيشن، يعني اجت هدول انفصلت وصار فيها ريبليكيشن. طب حدا يقول لي لما هاي تنفصل ويصير فيها ريبليكيشن شو رح يصير؟ خلي احكي لكم هيك، نعتبر
نعتبر انها هاي 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 السليمه اللي ما مالها شيء. اوكي اجت هاي هون عندي 5 برايم الكومبلمنتري لها، ومن هون حتكون 3 برايم. رح تعملي من هون ايش؟ دي ان اي ستراند. هاي الدي ان اي ستراند رح تكون شو؟ ليدنج، يعني رح تطلع تمام ولا مالها شيء. لو ضعفوا هاي رح تكون عندي 3 برايم ل 5 برايم، فاتجاه الريبليكيشن رح يكون زي هيك، ورح يكون عندي برايمر وهيك برايمر وهيك، فرح تصير عندي مشكله. ليه؟ لانه ما اجي اشيل هذا البرايمر واحط محله دي ان اي نيوكليوتايدز، رح يجي دي ان اي بوليميريز يحكي لي على اساس احط انا هون دي ان اي نيوكليوتايدز وما في شيء اشبكها فيها، صح ولا لا؟ فرح يطلع عندي منه تنين، رح يطلع لي منه واحد تمام وما ماله شيء، الثاني رح يطلع عندي خربون. اوكي هيا هيهم، هاي اول واحد طلع تمام وما ماله ولا شيء، الثاني طلع عندي خربون، هذا طلع منيح، هذا عنده مشكله. هدول التنين اولاد مين؟ اولاد هاد اللي رقمه 3A. اوكي طيب هلا احكوا لي وين المشكله. لسه ما قلت لكم وين المشكله الاعظم والاعظم والاعظم. اوكي غير عن انه انا كل مره عم يطلع لي واحد اقصر. اوكي لما يجي هاد الباشا اللي اصلا اول مره كان خربان يجي قرر يعمل ريبليكيشن، طلعوا ايش حسين. اول اشي هاي رح تكون عندي الريبليكيشن تبعتها، او انا بقول هاي الريبليكيشن تبعتها رح تكون الكومبلمنتري ستراند تبعتها رح تكون من 5 برايم ل 3 برايم، وهاي رح تكون من 3 برايم ل 5 برايم. طيب هاي من 3 برايم ل 5 برايم شو رح تسوي؟ رح تسوي هون عندي برضو رح يصير هيك، يصير عندي برايمر دي ان اي، هاي رح تكون عندي لاجينج ستراند. ليش؟ لانها هي اتجاهها من 3 برايم ل 5 برايم، بس الدي ان اي بوليميريز 3 بحكي لك انا بس بشتغل هيك، رح يصير عندي لاجينج ستراند. هاي اللاجينج ستراند برضو نفس المشكله، حجيب هاي واشيلها اخر وحده. اوكي لما اشيلها رح يجي دي ان اي بوليميريز 1 يحكي لنا يا عمي ماشي بحط لكم دي ان اي نيوكليوتايدز، بس بشو احطها ورا شو؟ ما انتوا هون ما في اشي انا لزقها فيه، انا بحكيت لكم انا بس بحط لكم اذا في اشي قبلها الزقها فيه، يعني اذا هاي انشالت رح يقول لك اوكي هاي حطيت دي ان اي نيوكليوتايدز وهيها هاي دي ان اي شبكت هدول في بعض، بيجي اللايكز بمسكهم ببعض، بس هون بحكي لك لا ما هو ما فيش اشي، يعني انا كيف بدي احطها؟ فبرضه هاي اوكي زي كأنها اللي طلعت وراها كيف رح يكون شكلها؟ رح يكون شكلها رح يكون شكلها أقصر زي مين؟ رح يكون شكلها أقصر زي هاي. اوكي زي هاي اتفقنا؟ هيك رح يكون شكلها برضو أسرة. طيب طيب هلأ مين ضل عنا؟ لحظة هلأ فرجيكم زي أيها استنوا شوي بس عبين ما أشرح هاي إنه ساتها في بالي. اوكي مين ضل عنا؟ ضل عنا هاي اللي فوق، هاي اللي فوق رح تكون قصة من 5 برايم ل 3 برايم. اوكي رح تكون من 5 برايم ل 3 برايم بهاي الطريقة، رح تكون ليدنج عادي، بس احذر رح تكون ليدنج بطريقة عادية زي هيك. اوكي بس احذروا ايش المشكلة؟ ما انها ليدنج رح تطلع سليمة، بس كيف رح تطلع سليمة؟ رح تطلع نفس طول هاي. اوكي هيك رح يطلع شكلها زي هاي، هيك رح يطلع طولها، رح يطلع طولها نفس طول هاي، فهمتوا علي؟ هاي رح تطلع أقصر من هاي الطويلة اللي هون، رح تطلع بطول هاي، فرح يطلع عندي واحد منيح وواحد مش منيح زي هيك. أوكي زي ما شرحت لكم، بس المشكلة في هاي، هاي إنها هاي ليدنج أصلاً المفروض ما يطلع فيها مشكلة، بس المشكلة أصلاً بالبيرنت تبعها، فالبيرنت تبعها طلع لي إياهم التنين أقصر، فهمتوا علي؟ هاي لاجينج صار عنده نفس مشكلة اللي فوق. أوكي بس هاي ليدنج طلع الجديد قصير مع انه ليدنج، بس لانه الاصلي البيرنت قصير كان، فهمنا وين المشكله؟ يعني رح يضل سؤالي يقصر ويقصر ويقصر، هل هذا الاشي عادي؟ طيب لا مش عادي. شو حل هذا الموضوع؟ حله بيعتمد على حسب نوع السل، وهذا الاشي هلا رح نقرا اللي حكيناه وبعدين نفهم كيف يعني حله بيعتمد على حسب نوع السل. اوكي اوكي Eukaryotic cells face a special problem in replicating the ends of their linear DNA molecules. Following removal of the RNA primer from the extreme 5' end of what of the lagging strand, there is no way to fill in the remaining gap with DNA. ليه؟ لأنه DNA polymerase 1 حكالنا أنا مش هشبك لكم إياهم إلا إذا في قبليها DNA عشان أقدر أشبكها. أوكي رح أحط بدالهم DNA بس هحطها بشرط انه في قبليها دي ان اي انا احطها. consequently يعني as a result بالنتيجه the most normal human somatic cells
telomeres shorten with each successive cell division, which may not be a problem after a few cell cycles because telomeres do not contain expressible genes. اوكي يعني telomeres رح يقصروا بعد كل cell division ناجحة. اوكي ممكن هذا الاشي ما يكون مشكلة انه usually telomeres ما فيهم expressible genes, ما فيهم genes انا بيصير لها expression ومهمة يعني. Once telomeres are shortened beyond some critical length, the cell is no longer able to divide and is said to be senescent. شو معنى كلمة senescent؟ لما التلمرز يقصروا لطول يعني كتير قصير والسل بطل قادر إنها تصير يصير لها division وتطلع كمان DNA molecules. وقتها بسمي هاي السل senescent. Okay؟ هلأ مش حكينا بيعتمد على نوع السل. إحنا حكينا عندك بدي أحكي لكم عنا أول إشي germ cells, the stem cells, the cancer cells. Telomeres do not shorten and the cells do not senesce. Okay? ليه؟ عشان عندهم إنزيم اسمه التلوميريز. هذا التلوميريز عبارة عن ribonucleoprotein. شو يعني ribonucleoprotein؟ يعني بروتين. هذا البروتين بيحتوي على شريط في بتركيبه شريط DNA. ribonucleoprotein أسفة بروتين يدخل في تركيبه شريط RNA. إيش بيعمل هذا التلوميريز؟ maintains telomeric length in these cells. Okay؟ Okay. بعدين بحكي لنا cells that no longer divide or will divide only a few number of times do not express a telomeriz. Okay؟ هذا الحكي معناه إنه cells اللي ما اللي يعني بصير عندها senescent باختصار. بنسميها senescent بتدخل في مرحلة senescence. Okay؟ عندهم الجين بس هذا الجين الجين اللي بيعمل التلوميريز بس هذا الجين بيكون خامل وما بيصير له اكسبريشن. فهمنا كيف؟ اوكي سو خلينا نعرف كمان عن التلوميريز. اوكي اذا حكينا التلوميريز هو عباره عن ribonucleoprotein. هذا الribonucleoprotein داخل في تركيبه RNA strand. انا رح اقول لكم هاي الار ان اي ستراند هو زي كانه مفتاح عمل التلوميريز. اوكي ليش؟ its sequence is complementary for the telomerase sequence. السيكونس تبع هذا الار ان اي complementary للتلوميريز سيكونس اللي كان تي تي اي جي دي جي. اوكي اوكي أنا عم أقرأ نقطة 2 بالأورنج. Its activity depends on the presence of an RNA molecule in its structure, which is complementary to the TTA-GGG repeat. Okay؟ Okay. خلينا نشوف هذا الحكي شو معناه. مبدئياً هاد كله اللي في الأخضر هاد كله التلوميريز. طيب هذا شريط اللي تحت هذا باعتباره شريط ال RNA تبعه. اوكي يعني حكينا داخل في تركيبه ار ان اي مش كله ار ان اي وهذا رح يكون شريط الدي ان اي تبعه هذا which is اذا هذا الار ان اي كومبلمنتري لمين كومبلمنتري للتلوميريز هذا الدي ان اي كومبلمنتري للار ان اي هاي فهمنا هذا الار ان اي كومبلمنتري للتلوميريز اللي هو كان تي تي اي جي 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 اوكي وين بالضبط هيها كومبلمنتري هيها تي T A G G G طلعوا complementary وفيها U ليش لأنها RNA on the other side هذا DNA اللي هون complementary لمين لهاي ال RNA طلعوا T قدام ال A T قدام ال A وال A قدام ال U okay this enzyme بيجي recognizes shortened three prime end that has the problem and I need it to be longer بدي أطول التلمر. إحنا حكينا التلمر بيكون عندي shortening end للثري برايم end. بيجي هذا التلمريز وبيكتشف it recognizes الثري برايم end that has the problem اللي صاير فيها shortening وأنا محتاجة أنها تكون أطول. شوفوا شو بصير. هاي DNA تلمر باعتبار هيا. أوكي؟ مش عارفة اليوم علقنا على الأورنج. رح يكون عندنا T T A G G G. أوكي؟ رح يجي ال RNA اللي في مين؟ ال RNA اللي في التلوميريز راح يكون complementary لهاي فشو رح يعمل عندي ال TT رح يحط قدامها AA ال A رح يحط قدامها U instead of T because it's an RNA هون يحط عندي CC هاي شفناهم هون AA UCC
واحدة سي حكيت A U C C C أوكي. بعدين هذا الدي ان اي اللي وين؟ هذا الدي ان اي اللي في التلوميريز. ايش رح يجي؟ رح يجي هون ويحط لي تي تي اي جي 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 اوكي. هاي تي تي اي جي 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 اوكي. رح يكون التنمر المقابل للتنمر الموجود اوريدي عندي هون اوكي. رح نبني على اساسها تنمر. هذا التنمر رح يكون كومبلمنتري لهاي. رح تكون عندي A A T C C اوكي اوكي خلاص خلاص اوكي. اذا هذا الدي ان اي تنمر، الار ان اي كان كومبلمنتري لإله، الدي ان اي اللي في التنمريز كان كومبلمنتري لهاي الار ان اي، والدي ان اي تنمر الناقص رح يكون كومبلمنتري لهاي. خلاص تمام. سو الثري وهيك بكون طولت الثري برايم اند وحليت مشكله التلمر شورتنينج اوكي اوكي. خلينا هلا نشوف هذا الحكي كيف مكتوب. صار يحكي لنا تلمريز از ريفرس ترانسكريبتيز. ليش اسمه ريفرس ترانسكريبتيز؟ انا بالاصل عمليه الترانسكريبشن انا عمالي بعمل دي ان اي ار ان اي من الدي ان اي. ما احكي ريفرس ترانسكريبتيز معناها نعمل دي ان اي من مين؟ من الار ان اي، which is هذا اللي صار. عملت هذا الدي ان اي كومبلمنتري لهاي الار ان اي. تيليميريز ريكوجنايزز ذا سنجل ار، يوزز ان انترنال ار ان اي ستراند از ا تمبلت فور سينثيسيس اوف ا كومبلمنتري دي ان اي ستراند. تيليميريز ريكوجنايزز سنجل ستراند 3 برايم تيرمينس ويوزز اتس ار ان اي مولكيول از ا تمبلت تو الونجيت البارنتال ستراند. Then, this parental strand is used as a template for synthesis of the telomere of the lagging strand. Which is, أنا حكت لكم إيش معنى هذا الحكي in details. هاي هي نهاية هاي المحاضرة. يعطيكم العافية. أي حد عنده أي استفسار أنا موجودة. شكراً.